من جديد وإعادة دفع عجلة الإنتاج. وكان البنك المركزي قد قرر مد المهلة الممنوحة لسداد مديونية المصانع المتعثرة وجدولت سداد مديونياتها دون فوائد. ويعد ملف المصانع المتعثرة من أهم الملفات التي يتم التركيز عليها خلال الفترة الراهنة، وتعد مبادرة البنك المركزي من أهم الآليات التي تتخذها الحكومة لحل هذا الملف. ويرى مراقبون أن توجه الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة يعد رسالة مهمة لاستعادة عمل تلك المنشآت. أهلا بحضراتكم مرة تانية. يمكن ده كان تقرير كده سريع عن هذه المبادرة، مبادرة البنك المركزي لمساعدة المصانع المتعثرة. هنعرف أكتر عن هذه المبادرة وكيف يستفيد منها أو تستفيد منها المصانع وأصحاب المصانع المتعثرة، وهل كل المصانع المتعثرة تدخل تحت هذه المبادرة ولا هناك شروط، هنعرفها من خلال حواري وحديثي مع الدكتور محمد حمزة الحسيني الخبير الاقتصادي. دكتور محمد تحياتي ليك. تحياتي لحضرتك يا فندم وللسادة المشاهدين. أهلا بيك. يمكن طبعا كلنا عارفين أن المصانع والصناعة في مصر تأثرت بشكل كبير جدا في أعقاب 25 يناير 2011، ومن وقتها الفوائد عمالة تتزايد على المصانع دون العمل، يعني حتى هي ما بتنتجش. إزاي هذه المبادرة هتقدر تبقى يعني نسميها قبلة الحياة مرة تانية لهذه المصانع وطبعا العمالة الكبيرة اللي بتندرج تحتها؟ طيب خلينا الاول نبدا ان المبادره اللي وجه بيها طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو وجه الحكومه باتخاذ كافه الاجراءات لتوفير التمويل اللازم لدعم المصانع المتعثره. يعني لازم ان احنا نحدد ان هي دي للمصانع المتعثره فقط وليس لكل المصانع. نعم. وهو سياده الرئيس وجه بكده ليه؟ لتمكين المصانع دي ان هي تستعيد ممارسه اعمالها اللي كانت متوقفه زي ما حضرتك شرحتي لاكثر من 10 اعوام دلوقتي. طيب احنا عندنا كم مصنع الاول؟ احنا عندنا 5800 مصنع متعثر. ده كده بدايه عشان المشاهد يبقى عارف الـ يعني الاجراءات دي متجهه لمين تحديدا. طب معلش نعرف كلمه متعثر الاول. متعثر ده معناها ان ده مصنع، اي مصنع سواء في الصناعات المتوسطه او الثقيله بياخد تمويلات نقديه او عينيه. التمويلات دي بتبقى تمويلات من البنوك عشان يضخ خطوط الانتاج بتاعته باليات مختلفه تخليه يقدر يبقى له حصه في السوق. فالفلوس اللي بياخدها من البنوك دي كتمويل المفروض ان بيبقى ليها سداد على يعني بيبقى فيه سداد شهري او ربع سنوي او نصف سنوي او سنوي حسب اتفاقه مع البنك. تمام. وهنا كانت الامور ماشيه باستقرار شويه قبل ثوره 25 يناير 2011. بعد الثوره نظرا لتدهور الاوضاع الامنيه والمشكله الكساد الرهيبه اللي حصلت في الاقتصاد المصري والصناعه المصريه ادت ان في مصانع كتير تعثرت انها تدفع لان ما اصبحش عندها حصه سوقيه لمنتجاتها داخل السوق. وبناء عليه اصبحت مصانع متعثره ومتوقفه عن العمل. تمام. طيب احنا النهارده وفقا لتوجيهات سياده الرئيس لما ندعم ال 5800 مصنع احنا بنوفر فوريا 5 مليون فرصه عمل وبنعمل انتعاش للسوق المصري بالصناعه المصريه. اللي خلانا اتجهنا وعمل عبء على الموازنه العامه للدوله وعمل عبء على الجنيه المصري تحديدا ان احنا بعد عام 2011 الفتره الحقبه من 2011 ل 2015 تحديدا هي كانت فتره الاستيراد الضخمه اللي اثرت على الاقتصاد المصري وعلى موازنته وعلى عملته وعلى حتى المواطن المصري. لان المصانع دي 5800 مصنع حياتك دي قوه تمثل دوله خليجيه. فتخيلي ان كميه المنتجات اللي كانت بتضخ من المصانع دي داخل السوق المصري توقفت وانت عملت لها ريبليسمنت او اعاده استبدال بمنتجات مستورده بعمله صعبه. النهارده انا لما ده طبعا ضغط بشكل كبير على الاقتصاد من جانبين. اكيد. طيب احنا النهارده اتفقنا ان ال 5800 مصنع ده شرد الاف العمال اللي كانوا طبعا بيشتغلوا كان قوت يومهم واسر كانت منتظمه. طبعا احنا لما هنقول ان انا بعيد النظر لهذا الملف وان انا بوجه الحكومه لانهائه طبعا دي تحيه كبيره طبعا لسياده الرئيس على حاجه زي دي لان هو كده هيشيل صداع قصه يعني هيشيل الصداع الصناعه المصريه اللي ماسك الاقتصاد اللي مش قادر يخلي الاقتصاد يعمل التنميه الكامله
اللي هي التنميه الجزئيه في القطاعات الداخليه. النهارده حضرتك انا لما اجي اتكلم ان انا بتوفير او بحل مشكله ال 5800 مصنع دي انا خفضت نسبه البطاله، دقيت استثمارات جديده بس من الاستثمارات المحليه اللي هي اهم ركيزه لاستقطاب الاستثمارات الاجنبيه، وده اللي انا قلته في لقاء سابق. بدات افتح اسواق تصديريه جديده للمنتجات المصريه. وده بيعمل ايه؟ ده بيزود معدلات الصادرات العامه للدوله، والمصانع دي حضرتك انت لما تيجي ننظر لها هي دي المشكلة اللي كانت حاصلة، ان قاطرة التنمية في مصر متوقفة من فترة، والرئيس عمل كل جهوده وكان لسه في مبادرة 100 مليار لاحياء شرايين الصناعة للصناعة الشاملة. ال 5800 مصنع دول تم النظر ليهم كمرحلة تانية، ان الدولة قالت ان سنة 2020 هي عام الصناعة. تمام. لما النهاردة الدولة تقول كده معناها ان الدولة بتوفر كل آلياتها عشان يبقى في مناخ يهيئ لعودة تلك المصانع تحديدا ال 5800 مصنع. كويس. ويبدأوا يعملوا في نقطة مهمة، عشان اما بيسمعنا الناس اللي هي بقى المتعثرة، ممكن في ناس تقول احنا خارج ال 5300 مصنع، فالسؤال على اي اساس تم تحديد ال 5300 مصنع، او تم اختيار صناعات معينة او مستوى معين من التعثر؟ يعني على اي اساس تم تحديد 5300 مصنع؟ طيب خلينا الاول، هم 5800 وليس 300. رقم 2، احنا لما الرئيس وجه وكان في المبادره اللي حصلت بين محافظ البنك المركزي وبين السيد وزير التجاره والصناعه في برعايه طبعا السيد رئيس الوزراء، اللي هي ال 100 مليار جنيه لضخ التمويلات المنفتحه للمصانع المصريه. تمام. دي اتعملت ليه حضرتك؟ دي اتعملت المبادره دي لكل المصانع المصريه، ان كل مصنع محتاج تمويل لزياده انتاجه وليبقى عنده صلابه في استمراريته في السوق وان يوجد منافسه عادله داخل الاسواق، اتحطت ال 100 مليار جنيه. طيب في الشرايح اللي موجودة عندي، وهذه المبادرة يا فندم من خلال ملامستك للواقع يعني كان ليها صدى بتاعها والجدوى بتاعها المار جوه؟ لأن ما هو اللي بيحصل ده حضرتك ده شق تاني من المبادرة. تمام. يعني أنا المبادرة كنا الأول لما كنا بنتكلم بنقول إن أنا عندي مبادرة وعندي خطة أعملها كان كله كلام على الورق، لكن أنت أوريدي نفذتي وبدأت المصانع تتقدم بده وبدأ يحصل حلول فعلية وجذرية للمصانع. تمام. بدأت تخش المرحلة الثانية إن أنت جبتي الملف بتاع ال 5800. طب ال 5800 دول مين؟ ليه أنا حددت تحديدا دول؟ في مصانع حضرتك كانت مصانع ليها مثلا عمر يعني عدى الخمس سنوات أو الثلاث سنوات في العمل، في مصانع بقى لها أكثر من 10 و15 سنة، في مصانع بقى لها أكثر من 25 عام. تمام. المصانع دي كان ليها اسم وكان ليها حصص سوقيه موجوده، ولكن طبعا حضرتك عارفه ان في السبعينات والثمانينات والتسعينات الصناعه كانت ليها تكنولوجيا معينه، ولما بدانا في الالفيه لغايه سنه 2011 بدا المعدات المصانع كلها بتستخدمها في خطوط الانتاج الخاصه بيها بدات تتغير. فالمصانع دي بدات تستورد المعدات دي من الخارج. استوراد المعدات دي للخارج عشان اعمل خطوط انتاج كان بيكلف اموال باهظه، الاموال دي كانت المصانع بتجيبها منين؟ كان المصانع بتجيبها من البنوك. هي مش قروض، هي تعد حاجه اسمها الاوفر درافت. الاوفر درافت ده بيبقى المؤسسه المصرفيه او البنك اللي بيتعامل معاه المصنع بينظر لحجم مبيعاته السنويه وبينظر للميزانيات الخاصه بيه لاخر ثلاث سنوات، وبناء عليه بيحدد له المبلغ اللي يقدر يطور بيه اعماله. تمام. تطوير الاعمال بشراء الات، بشراء خطوط انتاج، بزياده السيارات الخاصه بالتوزيع. ولكن ده ما حصلش بقى في السنين الاخيره. السنين الاخيره ايه اللي حصل؟ الناس دي عملت كده، يعني المصانع دي اوريدي عملت كده وزودت طاقتها الانتاجيه. حصل عندك 2011، حصل الانفلات الامني، حصل الكارثه اللي هددت امن الدوله المصريه في كافه ربوعها. المصانع دي النهارده بقت تطلع سياراتها في التوزيع على خطوط الاستهلاك الخاصه بيها واماكن التوزيع بقت تتسرق. وغير كده ان المصانع نفسها اتسرقت، وفي مصانع، وغير موضوع الغاز وموضوع الكهرباء والخسائر الفادحه اللي اتحطت عليهم على مدى خمس سنوات. مفيش مصنع في المصانع المتوسطه، مش هقول المصانع الكبيره لان المصانع الكبيره بيبقى لها رؤوس اموال ضخمه، بس المصانع المتوسطه لا تستطيع ان تصمد عام واحد في ظل الانفلات الامني وفي ظل
ارتفاع اسعار المحروقات في ظل عدم وجود مصادر للطاقه ثابته. طب ما هو ده هياخدنا يا فندم لسؤال مهم جدا برضو، يعني حضرتك حطيت الاسباب للتعثر، يبقى لازم نزيل نفس الاسباب للتعثر. هل من خلال المبادرة هنقدر نزيل التكلفة الإضافية اللي تمت على المصانع من كل الأمور اللي حضرتك ذكرتها، من زيادة الوقود أو الطاقة أو أسعار الطاقة وما إلى ذلك؟ طبعا الانفلات الأمني أو الوضع الأمني خلاص الحمد لله مستتب بشكل نهائي. كل الحاجات اللي تسببت في التعثر هي المفروض أنها تزال عشان ترجع تاني النشاط ده تاني. كيف ستسهم هذه المبادرة في عودة أو تلافي هذه الآثار؟ طيب خلينا نتكلم حياتك ثلاث نقط. النقطة الأولى زي ما حياتك أضفتي إن موضوع الإنفلات الأمني وده يمثل 50% من تأمين أي استثمارات سواء محلية أو أجنبية في أي دولة. الإنفلات الأمني الحمد لله الدولة سيطرت عليه، ومصر يعني دلوقتي تتبوأ مرتبة محترمة في الدول الآمنة. خلاص أمر مفهوم منه. تمام رقم اتنين، لما هنيجي نتكلم على موضوع دعم المحروقات الخاصة بتشغيل المصانع، هي لسه لغايه دلوقتي حضرتك مبادرات، لسه لم يتخذ قرار لدعم المحروقات للمصانع، ودي طبعا شكوى لكل المصانع، لان المصانع دلوقتي بتقول لك انا عشان احط منتج يساهم وارفع العبء على المواطن فلازم يبقى التكلفه عندي قليله، ما تبقاش التكلفه تساوي التكلفه للمنتج المستورد. صحيح. بدات في مبادرات دلوقتي الحكومه بتناقشها، يمكن السيد رئيس الوزراء كان بيناقش من حوالي 5 شهور عمليه اعاده منظومه الدعم فقط للمصانع. تمام. على اساس ان هو النهارده احنا الحمد لله وصلنا، الدوله المصريه وصلت لمراتب محترمه في عمليه الاكتفاء من الغاز والمحروقات، وبدانا دلوقتي عندنا استكشافات غير سابقه، كان كل ده طبعا بيبقى بالاستيراد بالعمله الصعبه، فالوقت الدوله متجهه، يعني في مبادره موجوده بتناقش، ومتهيألي على 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 مارس المقبل هيبقى في حاجه هتظهر للنور يعني بقرار. نعم. بعمليه تفعيل دعم المحروقات للصناعة المصريه. تمام. اخر نقطه ودي مهمه حضرتك، احنا كان في مبادره كانت اشتري المصري، الدوله كامله دلوقتي متجهه لدعم المنتجات تصنيع. المصريه داخل الاسواق. وقفلت الاستيراد لكافه السلع اللي ما كانش ليها اي لازمه لان احنا كنا بنصنعها عندنا في مصر، فانا كدوله دلوقتي خدت اجراء ان انا حميت الصناعه داخليا كاستهلاك محلي. وقفلت المنافس بتاعتي وبدات اشجع الهايبر ماركتس والاماكن اللي بيتداول فيها المنتجات المصريه انها تشجع المنتج المصري للجمهور عشان يبقى فيه اكبر استهلاك، لان احنا 100 مليون مواطن. صحيح. ف 100 مليون مواطن على قوه شرائيه استهلاكيه لكميه المصانع اللي موجوده في مصر، متهيألي ان بعد شغل الخمس رقم واعتقد اكبر اختبار او اكبر واقع هنعيشه في ظل اغلاق السوق الصينيه او تراجع شويه المصادرات الصينيه او للسوق المصري، هيبان جدا قوه المنتج المصري قصادها وقد ايه قادر على ان هو يحل محل المنتج المستورد وخاصه المنتجات الصينيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد حمزه الحسيني الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. طيب هنكمل طبعا في نقاط كتيره جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم في موضوعنا، ولكن اسمحوا لي نروح نشوف اراء حضراتكم جاتين على صفحه البرنامج وهنشوف عدد من التعليقات. هنبدا باستاذ ايوه محمود الضوي بيقول بسواعد مشكورة يقوم بها فخامة السيد الرئيس للنهوض باقتصاد مصر والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري وميكنة الأعمال وأرقمة